إن عرض عليك معشر الصافنات الضياء فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب مدها عليك فقزق مصحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمانا وألقينا على قال رب اغفر لي وهبني عبدا لا يكون بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامرهم رخاء حيث نشاء والشياطين بمبناهم ورواس واخرين مقرنين في الاصفاد
لهم قاصرات الطرف يقول هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم ورساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من المشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم من رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم إنما منك ومما تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
السلام عليكم ورحمة الله.